بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مانشستر سيتي بيوصل للنهائي الكارابين كاب علشان خاطر يواجه توتنهام، وعلشان خاطر مانشستر سيتي يقول للناس كلها في انجلترا معلش كاس الحليب ده بتاعنا، مفيش اي اختلافات على الدوري، اي حد عايز ياخد دوري براحته. يونايتد ينافس، ليفربول ينافس، بس محدش يقرب من ناحيه كاس الحليب. لا باخذ الموضوع ده بالنسبه لنا خط احمر، مفيش اي حد يقرب للكاربن كاب، الموضوع بالنسبه لنا خلصان بشياكه. يعني النهارده مانشستر سيتي بيكسب مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد 2-0. تكتيكيا بيب جوارديولا بيقدر ان هو ينسف اولو جونر سولشاير جوه الملعب، وبيقدر ان هو يكيف جمهور مانشستر سيتي وبيفرجنا على كوره حلوه. بس المشكله كلها تكمن في اسم واحد بس، رياض محرز. رياض لو ما لعبش بتكون مشكله. رياض مظلوم عنصري. بيب جوارديولا بيكره اللعيبه الافارقه، بيب جوارديولا عنده مشكله مع اللعيبه العرب، بيب جوارديولا بيكره اي حد معدي في الطريق. ولو رياض لعب يبقى شوف بيلعبوا مهاجم تاني. هو قاصد ان هو يخلي رياض منظره وحش جوه الملعب، مش عارف هو بيكره رياض ليه، مع انك لو دخلت جوه الفريق هتلاقي لاعب ومدير فني بتاعه وعادي تمركز جوه الملعب، وعادي ان مدير فني اخيرا بقاله 3 سنين اخيرا يا اخي اكتشف حاجه مهمه، ان عشان تكسب لازم تدافع كويس. اه والله بجد، يعني اخيرا بيب جوارديولا اكتشف يعني في الدوري الانجليزي مؤخرا كده ان والله علشان نكسب محتاجين ندافع. النهارده مثلا بتلعب مانشستر يونايتد، الحاجه اللي ما كانش متوقعه اقول جون سولشاير لو انا بيب جوارديولا عامله ب 3-5-2. اه والله تخيل بيب جوارديولا بيلعب 3-5-2، بيلعب في 5 في نص الملعب علشان خاطر يعمل كثافه. تخيل جو كانسيلو ما كانش باك صريح، جو كانسيلو النهارده كان ديفندر تاني مع فرناندينيو وجاندوجان، كان عنده دور هجومي ان هو يطلع يملى العمق اللي بينزل منه كيفن دي بروين علشان خاطر يبقى صانع العاب. تخيل جاندوجان كان هو اللي بيطلع يملاه، تصور يا راجل احنا وصلنا لحد فين. وانت تقول لي اصل والله رياض مظلوم معانا في الفرقه علشان خاطر رياض بيلعب مهاجم تاني، ما هو مؤاخذه مش مشكله بيب جوارديولا ان رياض محرز بيواجه مشكله في التكتلات اللي موجوده جوه ملعب مانشستر يونايتد. يعني اخيرا بيب جوارديولا عرف ان مانشستر يونايتد موجود بال 4-3-1-2، ومعروف ان هو هيدافع قدامه بسبع لعيبه، يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ اعمل كثافه في نص الملعب بحيث لو ما جبتش هدف ما يخشش فيا جول. واخيرا فهمناها يا اخي، واخيرا سبحان الله يعني بيب جوارديولا قرر ان هو ههاجم ورا لوك شو. انا هخلي جول الفرقه بتاعتي تبقى ورا لوك شو، رحيم ستيرلينج هيزيد ناحيه لوك شو، كيفن دي بروين هيبقى موجود برده هينزل على لوك شو، رياض محرز برده هيروح ناحيه لوك شو. كل ده ليه؟ علشان خاطر نمنع مارسيال او نمنع راشفورد وفريد ان هم يعملوا بنقل الهجمه، وان كمان برونو ينزل في ناحيه الشمال اللي هو بيحب يستلم منها ويلعب الناحيه الثانيه، او بيحب ان هو يلعب لمارسيال او يلعب لراشفورد على الاطراف. تمام، ظبط له انت الناحيه دي، بالنسبه له صعبه جدا ان هو يلعب ناحيه الشمال، وبتفكر الناحيه الثانيه ان انت تحاول ان انت تعمل كروسات وتعمل كوره طويله الناحيه الثانيه ناحيه فيل فودن اللي هي مفترض ان انت عملت كثافه هنا، فالناحيه دي مفترض هتكون فاضيه فتلعب لفيل فودن. يا جماعه اخيرا بيب جوارديولا اكتشف ان هو محتاج يلعب بتكتيك الدوري الانجليزي. التيكي تاكا دي ناخدها ونرميها في الزباله، ونحاول ان احنا نطور طريقه لعبنا، نحاول ان احنا ما نلعبش كوره من رجل لرجل ونفضل نباصي تلت ساعه واستحواذ سلبي. لا، انا اسيب الكوره وبلعب في الحاله الدفاعيه. 3-5-2 دي بتتحول 4-4-2، جواو كانسيلو في نص الملعب ده بينزل يبقى باك، وبتلاقي ان رحيم ستيرلينج بيعمل واجبات دفاعيه، وبتلاقي ان كيفن دي بروين ورياض محرز طلعوا وقفوا قدام الخط الرباعي اللي بيبقى قدام خط الدفاع. شغل تكتيكي بيب جوارديولا عامله ممتاز جدا، منه وقفت برونو فرنانديز، منه وقفت مارسيال، منه اكتفيت شر راشفورد. راشفورد كان فاتح جبهه قويه جدا ورا زيرتشينكو، بس مع ذلك الراجل ما كانش ليه اي خطوره تذكر. ممكن اللقطه اللي كانت خطره هي التصويبه بتاعت برونو فرنانديز في اول 10 دقائق اللي بيصدها زاك ستيفنز، تمام. غير كده مانشستر يونايتد ما كانش عنده اي فرص جوه الملعب، حتى كمان وهو مالي نص الملعب بسكوت ماكدوناي وبول بوجبا وفريد ما كانش عنده اي استحواذ، ما كانش عنده اي فكره بناء للهجمه. برونو فرنانديز ما كانش واخد راحته النهارده علشان خاطر كان في كثافه. ده شغل مدرب، بس المشكله كلها انك مش تقتنع بالشغل ده عشان خاطر انت حاطط في دماغك ان بيب جوارديولا ده ظالم رياض محرز. يا جماعه مع احترامي لاي حاجه، رياض محرز السنه دي بره الملعب ذهنيا مشتت جدا، في موضوع ان انت تتكلم عن هو عنصريا بالظلم، لا انت كده بتدي شماعه ثانيه خالص على حته ان رياض بالظلم. الفكره كلها ان بيب جوارديولا بيحاول يغير السيستم اللعب اللي كان بيلعب بيه السنتين اللي فاتوا اللي ادى الفراغ. كنا بناخد كارابين كاب، بس ادى الفراغ، ما كانش بنقدر ان انت تكسب بيه فرق قويه، تكسب بيه فرق بتكون عامله زون، فرق بتدافع قدامك وتلعب على المرتد زي مانشستر يونايتد مثلا. يعني يونايتد ده كان معروف ان هو بيلعب لك ناحيه الشمال، ناحيه الشمال كنت بتلاقي ان مارسيال، كنت بتلاقي ان راشفورد اسف بيطير الناحيه دي وبياخد كايل ووكر رايح جاي. في تطور تكتيكي، مش ذنبي انا ان رياض مش عارف يتاقلم مع التطور التكتيكي، دي فكرته هو كلاعب كوره. انا بحب رياض محرز، بس بحب مانشستر يونايتد اكتر.
ما اضحكش عليك يعني. في موضوع ان رياض مش موفق النهارده هيبقى موفق بكره ان شاء الله، هيبقى موفق الاسبوع الجاي هيلعب. رياض واحد من العناصر الاساسيه اللي بيب جاردولا بيحتفظ بيها بافكاره، والراجل اللي بيبني عليه طرق لعبه. احيانا مش معنى ان احنا غيرنا طريقه لعبنا وان احنا بنلعب ماتش زي مانشستر يونايتد النهارده ب 3-5-2 معناه ان احنا هنكون كل المباريات نفس الوضع ونفس رياض محرز بيلعب مهاجم تاني. بس المشكله كلها بالنسبه للناس اللي بتطلع تتكلم وتتعاقب من فكره ان رياض مظلوم وان بيب جوارديولا بيلعبه في مكان مش مكانه علشان خاطر يظهره بصوره سلبيه. مفيش مدرب في الكوكب ده بيحب ان هو يظهر اللاعب بتاعه بطريقه سلبيه. الفكره بس فكره عقول عايزه تلم لايكات على كلام بيحب يسمعه الجمهور. جماعه النهارده ماتش رياض محرز ما كانش موفق فيه، خلاص الولد اتحاول على قد ما بيقدر وما ترماش يعني في اول 45 دقيقه وبعد كده ما صدق ان هو حط على الدكه، لا هو طلعه الشوط الثاني لما اكتشف ان نص الملعب محتاج ان هو يعمل كثافه اكتر علشان خاطر خلاص احنا جبنا الهدف الثاني بتاع جون ستونز ومحتاجين ان احنا نريح علشان خاطر نستقبل اللعب، فمحتاجين ان انا نمد العمق، محتاج ان انا اقلب الطريقه 4-5-1، محتاج ان انا خلاص اسيب الكولر من مانشستر يونايتد وهلعب على المرتدات. وكذلك لو قلت لي طب هو فرناندينيو ليه ما اتغيرش؟ فرناندينيو ما كانش ينفع ان هو يتغير، انا عايز اعمل عمق في نص الملعب، فبالتالي هنزل رودري جنب فرناندينيو جنبه كاجا جندوجان علشان خاطر اقفل منطقه العمق اللي برونو فرنانديز بيحب يلعب فيها. هي كل فكره تكتيكي، بس المشكله كلها الفكره التكتيكي لما بيجي على حساب لاعب محبوب جماهيريا ما بيبقاش شغل تكتيكي، لا ده بيبقى شغل عند. بصراحه المشكله دي عندك انت كجمهور. يا جماعه رياض محرز مش مظلوم مع مانشستر سيتي، كل ماتش احيانا بيكون مظلوم، بس الفرقه كلها كانت مظلومه الفتره اللي فاتت مع بيب، ما كانش رياض لوحده. بس هي الفكره كلها ان انت عايز تسمع كلام يخص رياض محرز. اما ناحيه مانشستر يونايتد فمباراه سيئه جدا لجون سولشاير. انا نفسي افهم التغييره بتاعت فان دي بيك، يعني انت بتنزل فان دي بيك في اخر المباراه ليه؟ انا كان نفسي افهم يعني ب 87 خسرت 2-0 تنزل فان دي بيك ليه؟ بول بوجبا مستواه متراجع تمام، معروف ان بول بوجبا جينا في الماركات وهنتكلم على ان بول هيمشي وان بول الدنيا بالنسبه له مش مفهومه. مباراه تكتيكيه بيب جوارديولا قادر ان هو يحجم اولي جونر سولشاير ويحجم له برونو فرنانديز، هو معروف يونايتد اول ما حجمت برونو خلاص انا بشيلك ومعروفه كاس الحليب دي بالنسبه لنا عنب. اما حاجه ان احنا نلعب توتنهام دي فالله يكون في عوننا، يعني صعب ان احنا نخسر من توتنهام ويكون اول بطوله لجوزيه مورينيو مع توتنهام ضد مانشستر سيتي في الكاربن كاب، ده هتبقى ظلم 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 ظلم. لو عجبك الفيديو ممكن تعمل لايك، لو ما عجبكش وشايف ان انا عنصري وبكره رياض محرز فالله يكون في عونك والله. يعني شد بقى عليه رياض، يعني لو ما لهوش رياض تبقى اقول لك